السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الحلقة السابعة من تختيم باتل فيلد 1. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بأول مرحلة من مراحل أصدقاء في مراتب عليا، اللي هو إنك تدرب يعني على الطيارة، عشان كل هذه القصة تتكلم عن الطيارة. فنبدأ ونقول بسم الله. لم يعد لدي ما أراهن عليه أيها الأحمق. الطائرة. هذا رهان فاخر. لما لا؟ لقد هزمتك على أي حال. صحيح. ماذا لديك؟ شكرا لك يا بلاك بيرن. من المفترض ألا يحدث هذا، لكن أتعلم سأخذ تلك الطائرة على أي حال. ماذا بإذن حق الجحيم؟ أنت خسرت، لقد هزمتك. أتعلم المشكلة راكم؟ إنها طائرة جميلة للغاية وأنت مجرد أحمق. هزمتك بشرف أيها اللعين، ابتعد عن طائرتي بحق الجحيم. أيها الوقت، لا يمكنك أن تفعل هذا بي، هزمتك، لقد هزمتك. اسمي كلايد بلاكبيرن، طيار ومقامر. أنا جورج راكم، أنا جورج راكم نفسه، استمع إليه، ابتعد عن طائرتي. إذا سألتني عن أكبر عيوبي فعلي إخبارك إنني عادة لا أتميز بالشرف. مرحبا بك على الطائرة. بالمناسبة أنا ويلسون، لابد أنك جورج راكم. بالتأكيد أنا راكم الذي تنتظره. فلنقلع بالطائرة إلى السماء. أنت جورج راكم ابن أورل وينسور الرابع؟ هذا صحيح، تحية لذلك الرجل. كانت بريستول كل شيء، كما كان إعلانها يقول إنها ستكون متعة بحتة للطيران. كان الجو مشمسا جدا، وكان كل شيء سيبدو على ما يرام لو كنت وحدي هنا. وهنا نبدأ قصتنا مع بلاك بيرن اللي سرق الطيارة من شو اسمه جورج راكام. دالحين لازم تتعلم كيف تطير. هذا المكان الفرنسي الصغير، ربما نصطحب بعض الفتيات. عما تتحدث؟ فتيات؟ هذا اختبار الطيران، عليك اتباع المسار الذي تحدده لك تلك الطائرة. حسنا، أنت المدير كما هو واضح. لازم خلاص، بس حلو، تتبعه عن قرب. حسنا، شوفوا في شيء ابيض يمشي صح، هذا هو الشيء الابيض، يعني لازم تكون قريب منها، لازم يكتمل بالكامل. حسنا، مشكلة هذا ابن امه قوي، يعني في الجبال يقعد يلف ويدور، واذا صقعت الطيارة بجناحها كذا يعني لحظة واحدة بس خلاص انتهت الطيارة، تنفجر. اكتمل الهدف. طيب نرى قدرة ثباتها خلال تبادل اطلاق النار. الاسلحة في وضع الامان، هذا ان كانت لديك بعض الافكار البارعة. بدأت تفهمني، انت حساس للغاية. ده الحين راح نتبعها بسكب شكل، يعني هذا مثل ما تقول قريب جدا، عشان يعني يعلمك وضع
انك بدك تطلق النار، وش بالطيارة علقت؟ طيب يعني وضع انك بدك تطلق النار على العدو، كيف راح تسوي؟ يا ولد دخله. طيب لازم نقرب شويتين من هذيك الطيارة. لا تتركه يفلت. حسنا ابقى خلفه فقط. انني مستمتع. هل انت مستمتع الان هينكات؟ اسمي ويلسون وانتبه انظر الى الامام. طيب حلو، يعني شوي تعودنا عليها، يعني هم جايبين لك يعني انها صدق طيارات الحرب العالمية. لم يكن حسب الاصول. دع عنك التعليمات اللعينة واستمتع بالحياة. اين هو ذاهب الان؟ دعه. اترى مناطيد التهديد؟ الاسلحة جاهزة، اطلق النيران متى اردت. هذه المناطيد هذه المناطيد فيها يعني مثل ما تقول شيء كذا ينفجر، الله ما ادري ايش هو. فاذا تيجي طيارات تبغى تقتحم المقر، فهذه راح طيارات يعني تسقع فيها شيء كذا فتنفجر. فهذا الحين يعني بس هيك تدريبي كذا يعني. شوف طار مسكين كلايد بلاك بير. طيب اتمنى انه ما يعيد من الاول. كيف اقراها؟ طيب اوف على الارض. جرب استخدام الصواريخ ضدهم، تمرس على الاطلاق على اهداف ارضيه. بالمثلث طبعا تغيرها، في معك 8 صواريخ ورا بعض. تدمرت حسنا. او والله تدمر حلو. هذا اللي هنا خذ لك البقيه. تدمر حلو حلو. يعني مش شال ذاك المنطاد الاخير لاني انا انفجرت فيه. ابن إيرل وينسور الرابع بلهجة أمريكية. ألتقط اللهجات بسهولة. ربما سأتحدث الفرنسية بينما نهزم الألمان. فهمت. إنك شخص مثير للريبة ويلسون. هل أخبرك أحد بذلك؟ ده الصعب. يا إلهي. ماذا سنفعل؟ ماذا برأيك؟ نسقطهم. ونبدأ بسم الله دالحين. يلا هاي طيارة صديقة. انا دالحين راح اقول لكم ان شاء الله يعني اسهل طرق انك كيف تدمر الطيارات الألمانية. اول اشي يعني انك تقدم الطيارة لقدام راح تسرع الطيارة، فهذا اتركه وقنس على الطيارة، فهذا تقديس كبير. وبعد اطلق هات. هاي طيارة طاحت، هاي الطيارة الثانية. لا 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 ولدي. طيب انا بدي خلاص. طيب حلو كده. تعال تعال تعال، انا تروح من جورج ركام نصاب. حسنا، انا بشوف على الخريطة عشان كده بدور بسرعة. وينها؟ وينها يا ولد؟ ايوه هذيك هي. حلو حلو، يعني انت تشوف يعني يمكن انه الطيارات يعني انه ما بسوقها زين، بس لكنها انا بقول لكم اياها انها صعبة جدا، ما هي سهلة. نعم. هيا يا رجال، من التالي؟ كان ذلك خطيرا للغاية. يمكنك ان تقول هذا مرة اخرى. بسم الله. أليس كذلك؟ كانت أفضل طريقة متاحة. هذا الصوت من المحرك؟ ربما سقط شيء ما نتيجة الضغط على المحرك للإسراع. أصلحها بقدر الإمكان من الواجهة الأمامية. طيب هذا الحين هو يقول لك يعني إنه كيف تصلح طيارتك. حلو، الطيارة نصلح بسرعة عادي. طيب ده الحين مزيد من الألمان. أين هم؟ تمسك جيدا. ايوه ورا 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 ورا.
ركز على الطيارة ولاحقها يعني، ما تركز على كم طيارة بس. ايوه صقع في ذا البقرة. اما تخلينا نركز على هاي الطيارة. طيب مشكلة هم ينزلوا بسرعة يا ولد، ما تقدر تلحق عليهم. هذا اللي هناك يا ولد، دوختوني والله دوخت. طبعا اذا في طيارة وراء اكيد تلتف حولها كذا بسرعة يعني. حلو حلو ان ندخن الطيارة، تصير طيارة مدخنة. استمرت حلو. تعال واحصر عليها ايها الالماني. اوف شوف 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 هذه تدق للطيح على يدك ان شاء الله. الحمد لله خلاص، اذا بدأت تلف الطيارة اعرف انها خلصت. الفوكر سريعة للغاية، اللي هي طيارة الألمانية. إنهم يردون بإطلاق النار. شكرا على موافاتنا بالمستجدات. يوه بدي ألف على الطيارة الألمانية، خلينا شوية ولا شيء. يا ولد خلينا نشوفك بس، والله لو شفتك. شوف 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 شوف. طيب دحين ابتعد. حلو انت المدخن، بس خلاص ارتحت. الى اين هو ذاهب باعتقادك؟ في ذلك الاتجاه وسنذهب خلفه. اوف طيارة باق جديدة والله. طبعا المفروض اني اتبع الطيارة بس، لكن اذا تطلق عليها راح اسرع يعني يجيب هذه القصة. يحتفظ الألمان بنصف إمدادات الجبهة الغربية من الذخائر، وقد تساعد الصور التي التقطها ويلسون القيادة على تنفيذ هجمة كبيرة، لكن كانت هناك مشكلة واحدة. لست متأكدة من الأمر. بالله عليك قمنا بعمل رائع، سنحصل على ميداليات. لم يكن من المفترض أن نذهب أصلا. عندما يرى القائد هذه الصور لن يهتم بذلك. قمنا بعمل رائع وسنفعلها ثانية. سأتفق معك، إذا اشتركنا في هذا الأمر فعليك أن تعدني أنك ستعيدني سالما. بالتأكيد. عدني، أريد وعدا منك. حسنا أعدك. ابقى هنا ولا تحدث أي مشاكل. ادخل. الحق يقال أحببت هذا الرجل، كان ساذجا إلى حد ما. سيدي ربما عليك النظر لهذه الصور. يا إلهي لابد أن طيارك بارع للغاية. طيار بارع للغاية. لقد عدنا إلى التحليق بأقصى سرعة، وكانت مهمتنا هي إفساح المجال لقاذفات القنابل حتى تتمكن من دك الحصن، وكان علينا أولاً إسقاط عائق المناطيد الموجود حوله. يا إلهي تخيل أن تكون حارساً على منطاد، حظ سيء أيها الألمان. وبعد ذلك كان علينا التعامل مع الشاحنات المضادة للطائرات، كان الهجوم على أشده بالفعل عندما وصلنا إلى هناك، وكان علينا التعامل مع كل تلك الدفاعات ثم مرافقة قاذفات القنابل إلى الهدف عندما وصل. خلاص هنا وقفنا كذا، انتهت حلقتنا هنا. أتمنى الحلقة عجبتكم والقصة هذه حلوة باين، فأتمنى لكم تشوفوا الحلقة اللي بعدها.
وتحطوا إعجاب على الحلقة وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم أشرطة جديدة، حلقات أكثر، تختيم ألعاب، أشياء كذا يعني إسرار. كان معكم إبراهيم من قناة كرش الألعاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.